اسم الصفة؟ حيت الحسن عضو المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة. نعم سي حسن، هناك استعدادات الآن لاستقبال حكيم بن شماس الأمين العام الجديد لحزب الأصالة والمعاصرة، أي إطار تأتي هذه الزيارة؟ واش ممكن تقول لنا على هذا اللقاء التواصلي الداخلي؟ طبعا نكون الآن مهيأ لإنجاح محطة الغد التي نعتبرها في حزب الأصالة والمعاصرة لقاء تواصليا داخليا مع الأمين العام الوطني الأستاذ حكيم بن شماس في أول زيارة له للجهات من أجل التحاور وفتح نقاش عميق حول خارطة الطريق التي أعدها والتي سنناقشها لنخرج بتوصيات وخلاصات التي بإمكانها، وهذا أملنا، أن تدفع لحزبنا على المستوى الجهوي وهكذا على المستوى الإقليمي الذي نتواجد فيه، تدفع لحزبنا إلى عطاءات أكثر ليحتل حزبنا مكانته اللائقة به أكثر في الجهة وفي الإقليم كذلك. سي حسن، ما مستقبل الحزب جهويا وخصوصا بمدينة فاس؟ إن حزبنا يتوفر على طاقات متعددة وعلى كفاءات مهمة وله رصيد انتخابي مهم على صعيد الجهة، إضافة إلى تنوع أصناف وقطاعات مناضلنا ومناضلاتنا. والأمل معقود في لقاء الغد وبعده على أن تجتمع كلمة الجميع لبناء حزب أكثر قوة، وثقتنا كبيرة في أن حزب الأصل والمعاصرة سيحتل مكان جد مشرفة على الصعيد الجهوي وكذا على الصعيد كل الأقاليم. والغالب على الأمر أن اللقاء التواصلي لغد سيفتح آمالا جديدة وسيعبد لنا الطريق لتجاوز مختلف الإرغامات والمشاكل لبناء حزب قوي على المستويات التنظيمية والإشعاعية والإعلامية والسياسية. شكرا جزيلا لك سيدي.